في ذكرى يوم الأسير العربي والفلسطيني، نصرة لأسرانا في سجون الاحتلال الصهيوني وعلى درب العزة والحرية والكرامة، تدعوكم لجنة مهندسون من أجل فلسطين والقدس في نقابة المهندسين الأردنيين وبالتعاون مع اتحاد المهندسين العرب لحضور مهرجان الحرية، وذلك يوم الجمعة الموافق 26/4 من الساعة 5 إلى الساعة 7 مساء في قاعة الأرينا جامعة عمان الأهلية. يشارك في المهرجان فريق الوعد من لبنان ومنشد القدس مراد الزغاري، ضيف المهرجان الشيخ كمال الخطيب من فلسطين، عارف المهرجان الأسير المحرر سلطان العجلوني. سعر التذكرة ديناراً للشخص الواحد. تباع التذاكر على بوابات قاعة الأرينا. المواصلات مؤمنة. أماكن التجمع: مجمع المحطة، مجمع الشمال، الجامعة الأردنية. انطلاق الباصات الساعة 3:30. تنسيق فني مؤسسة الصوت الذهبي برعاية قناة اليرموك الفضائية، قناة الأقصى الفضائية، قناة القدس الفضائية، إذاعة حياة FM، جريدة السبيل، فريق فداء لدعم الأسرى الإعلامي، الحملة الشبابية لنصرة الأسرى في السجون الصهيونية، مدارس الحصاد التربوي، مدارس ورياض الفاتح النموذجية، مطاعم ركن قصر المندي، شبكة بسملة الإنشادية.